اليوم وقف الدعم بيعيد المحروقات إلى السوق وبينهي أزمة التأنين تبع الموتورات وبينهي البهدلة على محطات البنزين. لا بالعكس، بترجع كل المحطات بتفتح وبتصير تتنافس وتضيفك كلينكس وتعطيك معطر لسيارتك كرمال تعبي من عندها حاجة عم تلبط فيك اليوم وتوديك على بين إيدين تجار الجالونات. يعني بيرجع البلد على الإنتاج والشركات والناس على أشغالها إذا بيتم تسعير المازوت من دون الدعم، يعني على سعر $20,000. الحكومة اللبنانية قديرة توقف أزمة المحروقات عبكرة الصبح وتخلي البنزين يصير متلة كل محطات البنزين وتخلي كل الموتورات يصير عندهم مازوت ليولدوا كهرباء عبكرة الصبح إذا بدها، إذا بتقرر تسعر المحروقات على أساس سعر الدولار الحقيقي اللي هو اليوم تقريباً 20,000. يعني إذا الحكومة اللبنانية بتمشي بموضوع رفع الدعم عن المحروقات بتخلص البهدلة والمشاكل والزل على محطات البنزين. هيدا اللي بلش من أكتر من شهر واللي سببه مش رفع الدعم، اليوم سبب هيدي البهدلة هو قرار الحكومة الإبقاء على الدعم. البنزين اليوم بعده مدعوم، عم ندفع حقه 80,000، مش هيك مقطوع. إذا الحكومة بدها ترد البنزين على السوق بتسعره على أساس الدولار الغير مدعوم، والناس بدل ما تكون عم تشتغل وتنتج لأنه نحن بأزمة ولازم نزيد إنتاجنا، قاعدين عم نضيع وقتنا على محطات البنزين وعم نتخانق بين بعضنا على محطات البنزين، وهيدي البهدلة كلياتها بسبب سياسة الدعم. والميزوت بعده مدعوم، مشان هيك المولدات عم بتأنن لأنه ما عم بتلاقي ميزوت مدعوم للدور، ومشان هيك الناس عم تتسمم بالأكل لأنه الأكل بده برادات والبرادات بده كهرباء والكهرباء بده ميزوت والميزوت مدعوم، مشان هيك ما في ميزوت بالسوق. ما هيك لك، في ناس ما عم فيها تشتغل، ما عم فيها مسكرة شركاتها ودت شغيلتها على البيوت، البلد واقف ما في كهرباء، كيف بدنا نشتغل بلا كهرباء؟ في مكان، في ناس عايشين على مكانات قلب، على مكانات تنفس اكسجين، ما عم بيقدروا يشغلوا مكاناتهم لانه مقطوع الكهرباء. وكل هيدا الشيء لانه الحكومة اللبنانية مصرة بدها تبقي على سياسة الدعم. اليوم وقف الدعم بيعيد المحروقات الى السوق وبينهي أزمة التأنين تبع الموتورات وبينهي البهدلة على محطات البنزين. لا بالعكس، بترجع كل المحطات بتفتح وبتصير تتنافس وتضيفك كلينكس وتعطيك معطر لسيارتك كرمال تعبي من عندها حاجة عم تلبط فيك اليوم وتوديك على بين إيدين تجار الجالونات. يعني بيرجع البلد على الإنتاج والشركات والناس على أشغالها إذا بيتم تسعير المازوت من دون الدعم، يعني على سعر $20,000. أصلاً اليوم المواطن اللبناني عم يدفع ثمن المحروقات $15 على سعر السوق، يعني $300,000. من هال $15 عم يدفع $4 كاش، يعني $80,000 بيروح بيدفع على محطة البنزين، والباقي يعني $11 اللي بيطلعوا لهم تقريبا شي $220,000، هيدول عم يدفعون من ودائعه المحتجزة بالمصارف قصرا ومن دون علمه. وبالتالي إذا أنا اليوم مني عم شوف إني عم بدفع 300,000، مش معناتها يعني $15 حق التنكي، مش معناتها إنه أنا مني عم بدفعها، هيدي عم تقتطع من ودائع الناس. وحتى لو اليوم المواطن اللبناني قال يا أخي أنا بدي اقتصد والبلد بأزمة وأنا بدي خفف مصروف بنزين، أوكي، بيجي حدا تاني بيعبي هو بنزين وبالتالي بيكون عم بيدفع من جيبته لهذا اللي عم بيقتصد من المصاري المودعة بالمصارف
ليش؟ لأنه أموال الدعم عم تجي من مصريات المودعين من دون إذنهم ومن دون علمهم. ولك حتى هلأ السياحة اليوم صارت عبء على لبنان، لأنه أي سايح بيجي بيعبي بنزين بيكون عم ياخد مصاري من جيب المودع اللبناني من وراء دعم البنزين، وأي سايح بيضوي لمبة عم ياخد مصاري من المودعين اللبنانيين بسبب دعم الكهرباء، وبالتالي صارت السياحة عبء علينا بسبب سياحة استدعاء. وأصلاً سواح اليوم مع البهدلة اللي عم بصير على محطات البنزين والتسمم اللي عم بصير من وراء قطعة الكهرباء أصلاً ما عم بيدعسوا لبنان، وبالتالي اليوم وقف الدعم عن البنزين بيرجع السواح على لبنان وعن المزود، بيرجع السواح على لبنان لأنه بيعرف أنه بيصير فيه يعبي سيارته ويرجع على المطعم. بس لأرجع لموضوع المودعين، المودعين عم يصرف لهم دولاراتهم على الدعم، وبس بدهم يروحوا يسحبوا دولاراتهم من البنك عم نطبع لهم ليرة لبنانية ونعطيهم هيدي الليرة بديل الدولار، وبالتالي عم نخلق تضخم، انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الدولار سببه سياسة الدعم، أو مش سببه الأساسي بس أحد أسبابه سياسة الدعم، ووقف الدعم ضروري يصير من هيدا المنطلق. هلأ مشان نحسن القدرة الشرائية للمواطن يجب أكيد بالأول رفع الدعم من أجل تأمين المحروقات بالبلد، ولكن ثانياً يجب تخفيض سعر صرف الدولار وتقوية الليرة، وهذا الشيء بيصير عن طريق إنشاء مجلس نقد بلبنان. لازم بالتوازي مع رفع الدعم نعمل كارنسي بورد مجلس النقد بيقوي لنا الليرة.